السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اشخاص المصابين بامراض القلب والشرايين، ان ينقص الصوديوم الملح، هذه الاغذية التي فيها ملح، ولدينا بعض الوجبات في المغرب مع الأسف فيهم ملح، مثل الخليع، مثل السمن، مثل يعني القديد، مثل أشياء هذه، النقانيق، الأجبان، المشروبات الغازية، هذه كله يعني أشياء، من البسكويتات يعني، هذه كله أشياء فيها الملح. يجب أن يخفض أو يقطع تماما إضافة الملح للطعام، لأن الصوديوم الموجود في الأغذية هو كافي. أن يتوقفوا عن الشحوم الحيوانية والكوليسترول، يعني المواد الحيوانية. أن يلتزموا بنظام نباتي كلي، نظام نباتي كلي بمعنى فيه الحبوب وفيه البقوليات أو القطاني وفيه الخضر وفيه فواكه وفيه حبوب أو البذور اللي غادي نتكلموا عليها وفيه توابل وفيه سمك. فيه سمك. فنظام هذا يعني هذا الأمراض القلب والشرايين هو نظام نباتي زائد سمك، ممنوع المواد الحيوانية وممنوع خضر مطهية مع اللحوم. وممنوع أشياء مختلطة بمواد الحليب، وممنوع أشياء مختلطة ببعض اللحوم مثل النقانق ومثل الأجبان، مثل الشوكولاتة، مثل الكريمات، مثل الأشياء هذه، ممنوع على أصحاب القلب والشرايين. ممنوع على أصحاب القلب والشرايين بعض البسكويتات والمشروبات الغازية، لأن فيهم مونوصوديوم غليطامات، لأن فيهم ملح صيني، فيهم صوديوم. ويمنع جميع الأشياء المقلية في الزيت وحتى الزيوت الصناعية. لماذا؟ لأن يجب أن يوقفوا الزيوت التي فيها حمض الأوميغا 6، لأن أوميغا 6 يسبب الالتهابات، وأمراض القلب والشرايين المصابين بهذه الأمراض لديهم التهابات. يجب أن يتوقفوا عن هذه الأوميغا 6 الموجودة في شحوم الحيوانات والزيوت الصناعية، يعني هذه المكررة. ثم يستهلكوا زيت الزيتون، لأن في حمض الأوليك وفيه مضادات الأكسدة، في تيروزول، هيدروكسيتيروزول هي التي تسرح تخفف من أثر يعني الهوموسيستين، غادي نتكلموا على الهوموسيستين. فزيت الزيتون يصبح إجباري، والسمك يصبح إجباري، والحبوب تصبح إجبارية، يعني الحبوب البذور اللي هي حبوب الكتان، الزنجلان نسميه في المغرب الزنجلاني، والسمسم واللي هي الحب رشاد، واللي هي الحلبة واللي هي الحبة السوداء، ومعاهم كذلك بعض الحبوب الأخرى، يعني مثل حبوب الكزبرة، حبوب القزبر، هذا حبوب الكزبرة، وكذلك اليانسون والشمرة. هذه الحبوب كلها يجب أن تدخل التغذية، حتى حبوب القرعيات وحتى حبوب نوار شمس، حبوب نوار شمس كذلك جيدة. والفواكه الجافة مثل اللوز والجوز والفول السوداني وهذا الفستق، وكذلك هذا الكاجو، يعني هذه لنوادو كاجو، هذو الكاجو ما كاينش في المغرب عليا، عندنا اللوز والجوز، عندنا اللوز والجوز جيد لهاد الناس هذو. فالنظام النباتي يكون لأن فيه الألياف الغذائية. الألياف الغذائية تخفض كوليسترول، يعني لازم نفسروا للناس هذه، تخفض كوليسترول، لأنها كتشد الصفراء في الأمعاء، ويعني الكبد يأخذ كوليسترول ليفرز الصفراء المرارة، بمعنى أنك الميكانيزم اللي كيخفض الكوليسترول في الدم. النبات فيه المضادات للأكسدة، المضادات للأكسدة تفرغ الشرايين من الهوموسيستين، لأن لماذا؟ لأن المضادات للأكسدة هذه المكونات تقي تأكسد الكوليسترول، لأن الكوليسترول إذا تحول من الحميد الخبيث من HDL LDL، فهذا LDL هي التي تحبس يعني هذه خروج الهوموسيستين من الشرايين، فكتبقى يعني تتجمع في الشرايين الهوموسيستين، تتجمع ثم تخدش تحفر أو تجرح هذه الشرايين من داخل، ثم تكون سدادات، يعني تتجمع بعض البلاك، تتجمع سدادات في الشرايين وتضيق، هذا يعني القطر، هذه الشرايين يضيق، ثم من ثم يعني ارتفاع الضغط، هذه ارتيروسكليروز، يعني مش غير ارتفاع الضغط. ثم هذه الأشياء، يعني هذا الميكانيزم، يعني الهوموسيستين، لماذا؟ لأن حمض الأوميغا 3 مع المضادات للأكسدة، حمض الأوليك، زيت الزيتون، حمض الأوليك، هاد الثلاثة هادو ضروريين للناس اللي عندهم أمراض القلب والشرايين، لكي لا يصلوا إلى جلطة قلبية، ولكي لا يصيبوا إلى كوما، إلى إغماء، إلى أشياء اللي ربما يمشوا فيها الكوما هذه. ونفسر لماذا؟ بقي مكون آخر مهم لأمراض القلب والشرايين اللي هما الفيتوستيرولات، يعني هذه الفيتوكيميكولز، الفيتوستيرولات والفيتوستروجينات.
والفيتوستيرولات والفيتوستروجينات موجودة في النخالة القمح وموجودة في الشعير وفي الذرة وموجودة في القطاني يعني هذه البقوليات وموجودة كذلك في هذه الحبوب هذه البذور اللي تكلمنا عليها حبوب الكتان وفي السمسم وفي الحلبة وفي الحب الرشاد وفي يعني الحبة السوداء وهذو كلهم مصدر فيتوستروجين ومصدر الفيتوستيرول مصدر الفيتوستيرول ومصدر الفيتوستروجين هذه المكونات تخفض الضغط لماذا؟ لأنها تساعد على إنتاج أكسيد النيتريك النيترو NO هذا النيترو أوكسيد هذا الأكسيد النيتروجين وهذا أكسيد النيتروجين هو الذي يجعل الشرايين تتمدد إلاستيك تجعل الشرايين تتمدد لما تتمدد هذه الشرايين يكون صبيب الدم جيد لما يعني تتصلب هذه الشرايين يكون مشكل كبير ما مش ارتفاع ضغط ارتفاع ضغط وامراض اخرى هذه فيعني هذه الحبوب هذه البذور ضروريه في تغذيه هذه الاشخاص ثم يبقى التوابل وهذه التوابل الجيده للاشخاص المصاب امراض القلب والشرايين هي هذا الكركم مع زنجبيل مع الخلنجان مع الاشياء لماذا لان هذه التوابل بها يعني مثل الزنجبيل ومثل هذا القلنج مثل الخلنجان ومثل يعني تشيء من القرفه والقرفه يجب ان لا يكثر منها لان القرفه يعني يجب ان تكون الكليه يعني جيده صلبه اذا كان الكليه فيها مشكل فيعني القرفه يعني خطيره فهذه التوابل لماذا لانها يعني عند دور منشط في الجسم ستيميليتين افكتس وهي التي يعني تزيد في الدورة الدموية تسرع الدورة الدموية يعني الناس ملي كياكلوا الحار وملي كياكلوا شي حاجة سخونة طبعا كيحسوا بأن الدورة الدموية يعني جيدة ثم كيبقى عامل آخر يعني ربما سيستغرب الناس اللي عندهم أمراض القلب والشرايين ولا السنة الماضية لما نصحنا الناس اللي عندهم أمراض القلب والشرايين ماشي كلهم كاين الناس اللي عندهم أمراض ثقيلة اللي كياكلوا أدوية هذو طبعا ما كنتكلموش عليهم كاين الأشخاص اللي قادرين يصوموا وخاصهم يصوموا لما نصحنا الناس بهذه أسمية علي يعني لا إله إلا الله فالجوع جيد لهذا الناس هذو اللي عندهم أمراض القلب والشرايين جوع جيد ثم الحركة يجب أن يتحركوا لماذا؟ لأن بدون حركة لا يمكن للدورة الدموية أن تأخذ مجراها الطبيعي لا يمكن الحركة هي التي يعني تضبط جيدا ويعني تعيد الدورة الدموية إلى حقيقتها يعني إلى طبيعتها أما لأن أمراض القلب والشرايين إذا لم يتحركوا فسيكون انعكاسات أكبر